رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل الثاني. الحين نروح إلى خلود مطر المتواجدة في إدارة الأرصاد الجوية في بوهامور، نعرف منها تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأسبوع. صباحك الله بالخير يا خلود. صباح النور دعاء، سلامات، صوت تعبان. صباحكم الله بكل خير مشاهدينا ومستمعينا. نفس ما قالت زميلتي دعاء، انا موجوده في مبنى الارصاد الجويه القطريه في بوهامور التابع لهيئه الطيران المدني. بنعرف الاجواء اللي كانت حلوه وعقب شلون بتصير، ومعنا الاستاذ عبد الله جاسم الحداد كبير متنبئين الجويين. صباحك الله بخير. يا هلا، صباحكم الله بالخير. الاجواء كانت خلينا نقول حلوه الخميس والجمعه اللي راحوا. نعم مثل ما شفنا يعني كانت اجواء جميله جدا وسحب كثيره تدفقت على البلاد، صارت امطار جيده، كانت من فجر يوم الخميس الى صباح يوم الجمعه، استمرت تقريبا لغايه ظهريه يوم الجمعه، من بعدها تلاشت السحب ومال الطقس للاستقرار. يعني احنا الفتره الجايه الظاهره الطقس راح يكون مستقر اكثر. يعني معناته المستقر بيكون حار او؟ نعم، احنا نتكلم عن مستقر، يعني كميه السحب اللي كانت موجوده على الدوله وعلى منطقه الخليج بشكل عام تقل تدريجيا، حتى تاثيرها يعني تاثير السحب هذه الممطره على قطر وعلى المناطق الجنوبيه من الخليج راح تقل تدريجيا. فاستقرار معناتها ما في مطر، معناتها ايش؟ يكون درجات الحراره تدريجيا تصعد. احنا هاي الفتره فتره انتقاليه، يعني نقول احنا انتقال من الشتاء الى الربيع، والفتره الربيعيه هذه بميزتها مع تقدم الايام تدريجيا درجات الحراره تصعد. يعني احنا الحين في نهايه شهر 3 وندخل على شهر 4، شهر 4 من ميزته هو ارتفاع في درجات الحراره، لذلك احنا يعني يومين قدام يعني تقريبا يوم الاثنين والثلاثاء تدريجيا راح نشعر بالحر اكثر، درجات الحراره راح تصعد. السبب هو اكيد ان تعمق منخفض حراري راح يكون مؤثر على منطقه الخليج، راح يسحب معاه الرياح الجنوبيه الغربيه. الرياح الجنوبيه الغربيه ميزتها هاي الفتره ان تكون حاره مرتفعه، ليش؟ لانها تهب من مناطق صحراويه جافه مرتفعه في درجات الحراره. وبما ان احنا في فتره انتقاليه يعني نروح للصيف اكثر للربيع ومن بعد للصيف، فتدريجيا درجات الحراره راح تصعد. يعني الحين ما في مطر، في غبار. نعم في غبار ان شاء الله، هو متوقع انه يصير غبار يعني من بعد يوم الثلاثاء، نقول على يوم الاربعاء والخميس احتمال ان تتكون كميات من الغبار على شمال السعوديه. طبعا الرياح الشماليه الغربيه راح تدفعها تدريجيا باتجاه الخليج، فمتوقع ان شاء الله يوم الخميس تقريبا راح تتاثر البلاد بالغبار، وراح تدنى الرؤيه ان شاء الله بسبب الغبار المتركز المتوقع يعني تواجده على شمال السعوديه. طيب بالنسبة حق الشهر 3، هل كانت الأجواء هذه الاعتيادية كل سنة أو كانت مختلفة السنة؟ طبيعة الحال الأجواء الاعتيادية، يعني احنا ما نشوف شيء متغير وشيء غريب، بالعكس احنا كأني أنا أشوف أن المطر السنة هذه بعد غلى عن السنوات اللي فاتت. صحيح. يعني السنوات اللي فاتت كانت الفترة شهر 3 اللي هو فترة السريات، فترة السريات اللي هي أمطار متتابعة، يعني سحب متحركة تتحرك مساءً في الليل تمطر ومعها البرق والرعد والأمطار القوية لغاية صباح اليوم التالي وتدريجيا تروح فتكون متتابعة. أما السنة هذه يعني حصلنا أمطار رعدية تقريبا يوم واحد فقط اللي هو كان تقريبا يوم 22، ويوم ومن بعد تاريخ 22 الأمطار اللي جات كلها أمطار خفيفة، يعني لغاية يوم الجمعة اللي فات اللي هو يوم 27 حصلنا تقريبا أمطار خفيفة، وتدريجيا احنا تقريبا أسبوع ما اعتقد راح يكون في امطار، من بعد ذلك ان شاء الله الاجواء ممكن تتقلب، ممكن تتحرك منخفضات ثانيه تسبب تقلبات في الجو، للحين الرؤيه مش واضحه. طيب فكره عامه ايش ممكن او يكون شلون يعني بيكون الجو في شهر 4، واذا كان مثلا بيكون في تحذير او شيء؟ نعم، بالنسبه للشهر الرابع هو يعني تدريجيا نقول القفزه في درجات الحراره. اعلى حراره سجلت في شهر 3 يعني على مدى 50 سنة كانت 39 درجة مئوية. بالنسبة لشهر 4 أعلى حرارة سجلت هي 46 درجة مئوية، يعني تقريبا قريب 10 درجات ارتفاع. فاحنا نتوقع ارتفاع في درجات الحرارة، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة لشهر 4 طبعا، وهو شهر تابع لشهر 3 بالنسبة للسريات، ففرصة الأمطار راح تكون موجودة. السريات ان شاء الله نقول نتمنى باذن الله تكون موجوده في شهر 4 وتاثيرها يكون موجود ممتد ان شاء الله لبدايه اول 5. في احتمال يكون في تحذير مثلا بالنسبه حق البحر، هل جوهم اوكي او؟
بالنسبة للشهر الرابع يعني معظم الرياح اللي تكون رياح شمالية غربية، فالرياح الشمالية الغربية متى ما هبت وتعمقت على المنطقة فراح يكون في تحذير بالنسبة لمرتادي البحر. حاليا الأيام هذه ما في تحذير، ولكن تقريبا يوم الخميس الجاي راح يكون في تحذير بالنسبة لمرتادي البحر، راح تكون رياح شمالية غربية قوية والأمواج راح تكون مرتفعة، لذلك راح يكون تحذير يوم الخميس والجمعة فقط، ومن بعدها ممكن يستقر الطقس. أكيد نقول لهم يعني قبل ينزلون البحر لازم يتأكدون شلون الجو. نعم. كان معنا الأستاذ عبد الله جاسم الحداد كبير متنبئين الجويين، يعطيك ألف عافية. هذا كان جونا، والله المستعان الحر جاي. ودعاء مرة ثانية سلامات، نرجع لك الاستديو، بس قبل نرجع حق دعاء الاستديو بنشوف معاكم علوم الجو لليوم ونرجع لها. طبعا شكرا لك خلود، ويعني طبيعي ان الاجواء بتبتدي تستقر والحراره شوي ترتفع، وفكر فيها من الناحيه الايجابيه، بنبتدي نروح البحر ونروح السيلين ونروح اماكن نقدر نستمتع فيها بطريقه ثانيه، سواء بالباربيكيو او بلعب الرياضات البحريه مثلا. عموما بعد علوم الجو نروح لافتتاح معرض قاف قوس السنوي للزهور والخضروات في نادي البانوش، في نادي البانوش. فريق الصباح رباح كان حاضر وأعد لنا هذا التقرير. افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بنادي البانوش في مدينة مسيعيد النسخة 28 من معرض قاف قوس السنوي للزهور والخضروات. وقد دابت شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو على تنظيم هذا المعرض في ربيع كل عام، تعبيراً عن الاهتمام المتزايد للشركة بالبيئة وتشجيع الحفاظ عليها والعناية بها ودعم الأفكار الخلاقة في هذا المجال. هذا الحدث السنوي الحقيقة نعتبره من أكبر وأهم الأحداث السنوية والفعاليات في مدينة مسيعيد الصناعية. حضرها العام الماضي أكثر من 12 ألف من الزوار. هذه السنة طبعا في كثافة في الحضور والمشاركة، عندنا 60 مدرسة وعندنا حوالي 3000 قطعة مشاركة. المعرض الذي بدأ مسيرته عام 1988 استقطب على مدى السنوات الماضية العديد من المبدعين والمهتمين بالزراعة وتنسيق الزهور من الهواة والمحترفين وطلبة المدارس، مما ساهم في خلق وعي بيئي لدى المجتمع المحلي.
هذا المعرض هو رقم 28. 29 سنة احنا نعرض هذه الزهور والخضروات، وهذه المنافسة جيدة، يعني دائما نتحفز، دائما نشوف الأحسن سنة بعد سنة. السنة هذه كثير ركزنا على البيئة والاستخدام الأمثل للفضلات في لاستخدامها استخدام جيد في البيئة. المشاركون في المعرض هذا العام يفوق عددهم 300 عارض، بينما يزيد عدد المعروضات عن 3500، تعرض على مساحة تقدر 4000 متر مربع، وتتوزع المعروضات على عشرات الأصناف المختلفة. الأعمال المشاركة طبعاً احنا عندنا أكثر من 90 فئة من لها علاقة بتنسيق الزهور بالخضروات، مختلف الخضروات، زراعتها، الاهتمام فيها. عندنا أعمال النقش على الزبدة، وأعمال النحت على بالثلج، والنحت على الزبدة، والنقش على الخضروات. وعندنا مختلف الفئات، وكلها لازم الشرط أن يكون ينزرع في دورة قطر، بالإضافة إلى مسابقات تنسيق الحدائق. يذكر أن المعرض ينظم هذا العام للمرة الأولى على مدى يومين، نظراً للإقبال المتزايد الذي يشهده كل عام. مشاهدينا الكرام، طفنا معاكم محطات عدة، وكل مناديبنا قدم ما عنده، وتناولنا أكثر من موضوع يحاكي خواطركم واهتماماتكم. إعادة الحلقة بتكون الساعة 2 إن شاء الله. لقانا وياكم باكر مع موضوعات جديدة ومتنوعة. للتواصل معنا ممكن متابعة مواقعنا المختلفة على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وهاشتاج برنامج الصباح رباح اللي تظهر على الشاشة. نلقاكم باكر بإذن المولى. مع السلامة.